أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب، حديث عراقي للسجون والمعتقلات السرية والعلنية في العراق. حكاية طويلة ومؤلمة صيرتها جزءا مهما من معاناة كل العراقيين ومن حسابات مفكراتهم الشخصية، حتى لا يكاد حديث السجون يغيب عنهم، وهي تشكل جزءا كبيرا من هاجس الخوف والحسرة والنقمة التي تعتري نفوسهم وعقولهم وأرواحهم كلما جاء حديث هذه السجون. منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وحتى اليوم، حرصت قوات الاحتلال الأمريكي للعراق وحرصت كل الحكومات والميليشيات التي وأحزابها التي حكمت العراق منذ عام 2003 لحد الآن خلال 17 سنة، على أن يكون بناء السجون العلنية والسرية واحد من مهامها الأثيرة واللصيقة تماما لحركتها لتثبيت نفسها على كراسي الحكم والسيطرة على العراق كقوة حاكمة للعراق. حتى أن إحصاءات عديدة أشارت إلى أن عدد العراقيين الذين دخلوا سجون الاحتلال الأمريكي وسجون الحكومات المتعاقبة بأحزابها وميليشياتها وعصاباتها خلال 17 سنة اللي مرت يزيد عددهم عن 3 ملايين عراقي، الذين دخلوا السجون غادروها وبقي أجزاء كبير أعداد كبيرة منهم في هذه السجون، السجون هذه العلنية والسرية، عددهم يتجاوز 3 ملايين عراقي. وهذا يعني أنه لا يوجد بيت في العراق ليس فيه، لا توجد عائلة في العراق ليس فيها أحد من أفرادها لم يزر هذه السجون سواء السرية أو العلنية ولم يتعرض إلى مخاطرها. وهذه القضية حولت حياة العراق كله والعراق كله إلى سجن كبير مع الأسف. عدد السجون طبعا مجهول في العراق، للحكومات المتعاقبة أعطت إحصائية بعدد هذه السجون، لا أحد يعرف كم هي عدد السجون في العراق، يتحدثون عن 3 أو 4 أو 5 سجون أو 10 سجون، لكن واقع الحال أكبر بذلك بكثير. يعني مجهولية عدد السجون هذا يعني لا يعني أنه عددها ظل مجهولا بالنسبة لدراسات اعتمدت على قياسات معينة، اعترافات لناجين من السجون، مسوحات معينة أكدت أن عدد السجون في العراق تتراوح بين 700 إلى 800 سجن، وهي أعلى نسبة في العالم للسجون قياسا بعدد السكان وقياسا بمساحة العراق. فأينما تكون الميليشيات، فأينما تكون الأحزاب مقراتها، أينما تكون العصابات ومقراتها، أينما تكون ما تسمى بالقوى الأمنية، هناك سجون لكل وحدة أمنية، لكل وحدة ميليشياوية، لكل عصابة سجن خاص بها وأكثر من سجن ربما. خاصة منذ تشرين الثاني عام 2005 عندما كشفت قوات الاحتلال الأمريكي عن سجن الشادرية السري وأخرجت منه العديد من الذين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والذين غيبوا، وهذا كان سجن سري، بدأ الخوف كبيرا وبدأ الحديث عن سجون سرية. بعدها بفترة ظهر سجن سري تحت مقر رئيس الوزراء نوري المالكي الذي حكم العراق من عام 2006 لغاية عام 2014، 8 سنوات حكم العراق تحت مقر حكمه، كان هناك سجن يدعى سجن شرف، هذا أيضا واحد من السجون السرية، وسجن مطار المثنى المعروف أيضا. هذه فقط السجون المعروفة بالسرية التي كشفت، أما السجون السرية الأخرى للميليشيات للقوى لا أحد يعرفها ولا أحد يعرف مكانها، والناس الذين ذهبوا إليها غيبوا مئات الآلاف بالملايين، غيبوا البعض منهم نجا بالصدفة وبمفاجأة كبيرة، والكثير منهم ما زالوا في عداد المفقودين ولا أحد يعرف عنهم شيئا، خاصة وأن العراق قد فعل قضية المخبر السري، وهذا المخبر السري طائفي وتابع لأحزاب وتابع لميليشيات، وظلموا الناس كثيرا ومئات الآلاف بل ملايين من العراقيين ظلموا بهذا المخبر السري ودخلوا السجون وتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وحتى الاغتصاب تعرضوا له في هذه السجون
التي تابعه لاحزاب تدعي انها، الكثير منها تدعي انها اسلاميه وتدعي انها وهي بعيده عن الاسلام الحقيقه، لا تعاليم الاسلام ولا شكل الاسلام ولا روح الاسلام تتمثل بها باي شكل من الاشكال، لكنها تابعه لاجندات خارجيه تريد الانتقام من العراقيين وتريد كسر اراده وكرامه العراقيين على الحياه. هذه السجون السريه يعني كثير من المنظمات طلبت الكشف عنها، يعني لجنة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب طالبت الحكومة كثيرا، الحكومات العراقية المتعاقبة، بالتوقف عن إنشاء هذه السجون السرية، إغلاق مراكز الاعتقال السرية، الكشف عنها، وطلبت مرات كشف عن أعداد المعتقلين، لكن لا أحد يستجيب. هؤلاء يعيشون في بيئة من أسوأ ما يمكن، في وهم يتعرضون لأبشع أنواع العذاب. طبعا هؤلاء بينهم النساء والرجال والأطفال والصبيان والشيوخ من كل الأعمار الحقيقة، وقد تعرضوا إلى ما يشبه الكارثة بالتعذيب والأذى والابتزاز. منظمات كثيرة طالبت أيضا بهذا الخصوص، منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت في أكثر من مرة في أكثر من تقرير الكشف عن هذه السجون، الكشف عن أعداد المعتقلين. آخرها تحدثت مثلا عن سجن في عملية الفلوجة فيه 700 معتقل بتهمة الإرهاب، الاشتباه بأنهم إرهابيين لسنواتهم في هذا المعتقل يتعرضون، ومعتقل تابع للميليشيات يتعرضون للتعذيب ولأبشع أنواع التعذيب وحتى الاغتصاب، هذه بسبب تهم كيدية وبسبب تهم. وهؤلاء غالبية المعتقلين هؤلاء لا توفر لهم لا الشروط الصحية ولا البيئية ولا حتى القانونية، لا في اعتقالهم ولا في قدرتهم على التقاء بأهلهم أو توكيل محامين للدفاع عن قضاياهم ولا حتى بتوجيه التهم إليهم. هكذا اعتقالات تعسفية كثيرة تكتظ بهم السجون. اليوم تجتاح العراق فيروس كورونا مثلما هو معروف، الكثير من المنظمات الإنسانية والحقوقية طالبت الحكومات، طالبت الجهات بالضغط على الحكومة العراقية لإطلاق سراح المعتقلين وكلهم من الأبرياء، لأن المجتمع الخارجي يتعرض إلى كارثة، فكيف حال من هم معتقلين وفي أسوأ الظروف الصحية والبيئية التي تعصف بهم؟ لكن وزارة الصحة تقول، وزارة الصحة وزارة العدل تقول ان ظروفهم جيدة وان ماكو احد مصاب منهم وان هناك عمليات تعفير وتعقيم تجري يوميا وهناك رعاية كاملة. المواطن العراقي العادي خارج السجون لا يلقى العناية ولا يلقى التعقيم ولا يلقى اي ظروف صحية، فكيف بمن هم معتقلين ومعتقلين بشكل تعسفي؟ العراق مع الأسف تحول إلى يعني مثل ما تصفه منظمة العفو الدولية، تصف إلى وضع العراق إلى حالة مروعة، تصف حال السجون في العراق إلى حالة مروعة حقيقة، وتناشد العالم كله للتدخل لإنهاء هذه الحالة المروعة اللي وصفتها. والمعتقلين يعيشون اليوم في أوضاع مأساوية، الكثير منهم يموتون يغيبون ولا أحد يعرف عنهم شيء. العراق مع الأسف، هذا العراق الجديد الذي يتحدثون عنه، تحول إلى سجن كبير بسبب هذه الحكومات المتعاقبة التي جاءت لتدمير العراق وليس لنشر الديمقراطية والحرية والعراق المزدهر مثلما قالوا. 17 سنة كارثة وتجربة رثة وتجربة مؤلمة في حياة العراقيين تحتاج إلى التغيير. أترككم بخير والسلام عليكم.